يا رب. أنا أتمنى أتمنى أدعو الله سبحانه وتعالى أنه العالم الإسلامي يستفيد من تجربة المساجد في ماليزيا وسنغافورة، شيء مختلف، شيء مختلف عما اعتدنا عليه في العالم الإسلامي بشكل عام. حقيقة فكرة المسجد هناك أنه كوميونيتي، مركز فيه كل الخدمات اللي تخدم المسلم، وليس فقط آجي أصلي وأمشي. ريسبشن، المساجد هناك فيها ريسبشن ومواعيد، يجوا الزوار يقولوا فيه أحد جالس عنده كمبيوتر، هذا ريسبشن حق المسجد. المسجد اللي تصلي فيه فيه ريسبشن؟ أول مرة قلت أسمع المسجد فيه استقبال. هنا طبعاً بياخدوا أولاً أي استفسارات عن النشاطات اللي مقامة في المسجد، غير المسلمين لما يجوا لو عندهم أسئلة عن الإسلام، بروشورات كده، زائد تسجيل الناس في النشاطات ودفع الرسوم إلى آخره، كله يتم هنا. هل في استقبال؟ أيوة، احنا كنا في سنغافورة في كل مسجد، في كل مسجد في استقبال، غرفة استقبال. يا عم احنا مش في مضيافة ولا في دونية، هنا ده مسجد، جاي الناس زيارة تأدي الفرض وتتوكل على الله تشوف أرزاق. في المسجد اللي تصلي فيه في ريسبشن؟ لا ما في ريسبشن. ما في ليه؟ لأنه ما في مسجد ريسبشن. ايش الاحتياج للريسبشن؟ لا ما في ريسبشن. استقبال؟ لا ما استقبال، ياخذ اتصالات. ما فندق ذا مسجد، ما فندق ذا مسجد. فشايف المسجد عندنا مثل فندق، مثل هوتيل. دخلنا الى المسجد اول شيء ترى هو كاستمر سيرفيس اوفيس. Let's see that. ما شاء الله، هذا شيء جميل. السلام عليكم. نعم. Tell me what you do صالح. What's your major job description? Okay, I'm doing the customer service. So I'll be answering the question that they question me. So you also take phone calls. Yeah. جميل، حتى اتصالات على المسجد. في مسجد يعني المسجد فيه تليفون اصلا. نعم. Well, that's the concept. اللي اصلا المسجد اصلا يعني يكون فيه تليفون. كم رقم تليفون المسجد اللي تصلي فيه؟ ما اعرف اصلا. ما في رقم تليفون المسجد. لي تليفون؟ ما في لي تليفون. ما في تليفون المسجد. في كثير من البلاد الإسلامية موجود مبدأ سوق الجمعة، إنه بعد صلاة الجمعة في محلات وبيبيعوا أنواع كثيرة من المنتجات والأكل وغيرها. شوفوا كيف في ماليزيا منظمين الموضوع. السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله. طيبين الماليزيين، متواضعين، نترح فين ها للمعلومات يعني، عشان بس طبعاً التنظيم حق السوق بعد صلاة الجمعة كيف عاملين لهم كشكات منظمة، مو كل من هب ودب يجي ويبيع أي شيء ويبيع بسطات على الأرض. فالبيع قاعد يتم في نص الشارع، فهناك فرق بين تعامل المسلمين مع سوق الجمعة في ماليزيا وبين تعامل المسلمين مع سوق الجمعة في بلاد اخرى. سنتك لما تنظم يبقى المواطن عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. احسنت، يعني احنا لما نصلي مش بنتصف؟ نعم. طب اشمعنى نظام داخل المسجد وخارجه، واول ما نطلع وخارجه لازم داخله وخارجه؟ هي دي الرساله. في صوت؟ في صوت ولا كله بيشتري بهدوء؟ ورغم الزحمه ما في اصوات. شوفوا هنعدي كده ما حتسمع صوت. العشرة بجنيه ليمون، 10 بجنيه ليمون. عشرة بجنيه ليمون، 10 بجنيه ليمون، 10 بجنيه. We want to actually build a mosque that is not only a center of worshiping. We want it to be a center of excellence. We want it to be a center of learning, center of family development, youth development. So in mosque, now in Singapore, every mosque we have one social development officer,
one youth development officer, and the imam, myself, we call them the executive imam. Executive imam? Yep. A CEO. You're the CEO of the masjid. Yeah. جميل. هو المدير التنفيذي. الإمام هو المدير التنفيذي. أيوة هذه مهمة جدا. لأنه CEO ففي it's like a شركة. We have to show how it's working. So he's our chairman, our vice chairman. We have treasurer, vice treasurer, secretary, vice secretary, and all the members. Okay. And these are all the staff. Me as the head of the Islamic learning, head of the social development, corporate services. We have corporate services here in MOS. Corporate services. Yeah. He's in charge. She's in charge of the human resource. He's okay. In charge of the finance, auditing, and everything. شؤون الموظفين. في يعني ديبارتمنت شؤون الموظفين في المسجد. الشباب فين الشباب من مساجدنا اليوم في العالم العربي والإسلامي؟ في أماكن للشباب في المسجد مثلاً نشاطات كذا. والله ما أدري كيف. تحفيظ. يعني. غير تحفيظ القرآن. ما في غير. والله ما في إلا تحفيظ بس. هل يأتون إلى المسجد لشيء غير الصلاة؟ هل المسجد عارف يجذبهم ويخاطبهم على قدر عقولهم ويسوي لهم نشاطات؟ السلام عليكم. السلام عليكم أبي دا. كيف حالك؟ What are you doing here? I'm registered for module. For? Module. Module. What's a module? Education for the young. Religious class. How old are you? 17. Can I ask you why are you registering? To learn more about Islam. دروس ودرس يعني جميل جدا دخلنا درس شوف المدرس كيف قاعد يدرس في جو جميل وبتكلم كان على كيف الواحد يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. السلام عليكم. السلام. هذا فصل في المسجد للمراهقين 13 ل 16 سنة. But his hair stays the same. Never thought happened, about that. His hair grows so fast. Subhanallah. In the morning, next thing you wake up in the morning, your hair is ready down here. وضرب لهم مثل بشعرهم ضرب أمثلة لها علاقة بحياة الشباب اليوم شيء جميل وتلاقيهم مبسوطين وقاعدين يضحكوا. So what is it fun really? Forget the camera. Cause you can have fun with our friends. Then they are always making. Jokes. What are the topics you cover here? About God, our religions. What do you like here? I like the food. The food? Thank you for having us. Enjoy. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ما المانع إنه المسجد يسوي دوري كرة قدم للحي؟ ما المانع؟ احنا نعرف الصحابة كانوا بيلعبوا في المسجد وقصة ذكرناها كثيرا عن الأحباش لما كانوا يرقصوا في المسجد النبوي وكان الرسول عليه الصلاة والسلام رآهم يرقصون فقال لعائشة يا عائشة أتحبين أن تنظري؟ قالت بلى يا رسول الله وجاءت حطت ذقنها على كتفه وأسندت رأسها على خده صلى الله عليه وسلم وجلسوا يتفرجوا على الأحباش يرقصون وينشدون في داخل المسجد النبوي وجلسوا يتفرجوا كل شوية الرسول عليه السلام يطول في عائشة عنده أشغال الله أعلم إيش في غزوة برا ولكنه كان رفيق مع زوجاتي قال لها أفرغتي قالت له عائشة رضي الله عنها لا وفضلت تتفرج شوية رجع لها أفرغتي لا ثالث مرة قال لها أفرغتي قالت له نعم يا رسول الله فذهبت فجاء عمر رضي الله عنه شاف الأحباش يرقصون في المسجد فاستاء وتعجب من هذا المنظر إنه يعني كان عنده يمكن نظرة للمسجد إنه له هيبة ما ينفع يكون في رقص ويكون في إنشاد فجاء بالحصى يريد أن يرمي الأحباش ماذا تفعلون في مسجد رسول الله فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال دعهم يا عمر لتعلم يهود إن في ديننا فسحة أو فسحة عشان يعرفوا الناس أن ديننا ما هو معقد ديننا يحتوي كل احتياجات البشر بما فيها الترفيه. احنا مش هنخلص كل شوية يطلعوا لنا بشيء في المسجد ده. بلاي روم. بلاي روم للأولاد. اكتب يا حسين اكتب. سجل. في مكان ألعاب للأولاد؟ ما في مكان ألعاب. ليه؟ هي كذا المساجد اللي عندنا هنا. ريان ما في أماكن ألعاب في المسجد؟ طب إيش رأيك تطلب من الناس يسووا لكم ألعاب؟
حيقولوا جايين يلعبوا ولا جايين يصلي. يعني بلاي جراوند تعرف لما تروح مطعم يسلوا العملاء، خدمة العملاء، فبيعملوا للعملاء علشان يجوا ياكلوا، الأولاد حقهم يعني يروحوا يلعبوا. فهنا خدمة العملاء عشان المسلم يجي يصلي، أولاده يلعبوا بدال في التراويح. ما هم أزعجونا الأولاد في التراويح، الواحد بطل صلي يعرف يصلي ركعتين، سووا لهم بلاي جراوند كده وألعاب. What you have in this mosque is إحسان. سمحتوا يقولنا أماكن أطفال في المساجد. So what else do you do other than stories? Games. We recycle the tissue box and make into ship. Building or ship or yes. You do recycling? Yeah. Say it to the camera. Blah 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 blah. Assalamualaikum. من سنغافورة إلى العالم العربي. كل العالم العربي فيه شباب مبدعون وفي نشاطات زي اللي شفناها. الفرق أنه هذه النشاطات في سنغافورة موجودة في داخل المسجد، اللي نتمنى أن نراه أن نفعل هذا الدور في العالم العربي. ما يصير الحكومات خايفة من المساجد، مع الأسف اليوم في رد فعل معاكس، خايفين من تجمع الناس في المسجد. طب ما أنتوا يا أخي خايفين من أنه يصير إرهاب، بدال ما تغلقوا حولوه لشيء إيجابي. الكأس لما يكون فيه خمر لو حتفضيه حط فيه ماء ولا حط فيه لبن ولا حط فيه شيء مفيد، ما تخليه فاضي. وشوف إلى أي درجة وصلوا في سنغافورة، صار فيه جوائز competition، في جوائز للمساجد الأفضل في سنغافورة، في جائزة لأفضل مسجد عائلي. أخذوا جائزة في 2006 أنه أكثر مسجد محبب للعوائل وجاذب للعوائل. What is this? Family prayer room. Family prayer room. Yeah. So after the main jama'ah finish, sometimes a family come, they want to pray jama'ah as a family, so they come and use this room. So father, mother and the kids can come in and pray together. Nice. And this is they also have their bathroom. Yeah, the bathroom. And private. This is the kids' bathroom here. Yeah. عرفت إيش هذه؟ وضوء السيدات ولا؟ نعم. وضوء السيدات ولا؟ وضوء السيدات؟ لا الغرفة دي إيش؟ تغيير ملابس مثلاً. راحة. غرفة راحة. غرفة راحة. وهذه غرفة للعيلة. عوائل. Why are you doing all this? Mainly because we want to encourage the families to come. Families to come pray in the mosque as a family. أي إمام مسجد بتفرج علينا اليوم ممكن يبدأ يطبق هذه الأفكار اللي بنشوفها في المسجد. جائزة لأفضل مسجد يقدم خدمات للشباب، وجائزة لأفضل مسجد محافظ على البيئة. إيكو فريندلي موسك، سموه جرين موسك، المسجد الأخضر. وهذه الأورد BCA Green Mark New Building Award Certified Al-Mawadda Mosque. إحنا هنا في شيء ما فهمته، يعني في الإنارة الظاهر بجمع الإنارة، وتحت تحتنا في حاجة بسويها. I don't know what it is. We'll see it downstairs to understand. دحين فهمنا الموضوع. هذا هو اللي احنا دحين تحت اللي كنا فيه فوق، فهموها انتوا بقى. فهذا بيجمع نور الشمس، وفي مرايات معينه يسوي اناره. ليه؟ علشان يوفر الكهرباء. ليه؟ علشان هو يكون صديق للبيئه. فاخذوا الجائزه على اساسها. دمج الدين والحياه اللي هو رساله هذا الموسم، انه الدين لا يتناقض مع الحياه، والفقه والعلوم الدينيه لا تتناقض مع العلم. هذه كيف كمان نطبقها في أرض الواقع؟ إنه المسجد يصبح له دور في تطوير شباب الحي اللي موجودين فيه، ويكون له دور في كل شيء، وبذلك نجد الدين والحياة مع بعض في تناغم